مرحبا بمتتبع موقع لالا مولاتي بوان ام ا. اليوم بمناسبه ديال رمضان تنبغيو نزينوا المائده ديال الفطور حيت العين تتاكل قبل من هذا. واحد الفطيره اللي تجي ساهله ودغيا دغيا تتوجد سيرتو السيدات اللي تيكونوا تيشتغلوا وداكشي تتوجد غير بلا بات فايتي. هذا هو الشكل ديالها، تيجي على شكل ورده. ما نقول لكمش المنظر راه تيبان لكم، ولكن المذاق هائل رائع. ندوزو المقادير. بالنسبه للافات فيتي اللي غنوجدوا بها هاد الفطيره او المملح اللي عطيتكم اللي وريتكم دابا في الصوره، تنحتاجوا الكيلو ديال الفورس، تنديروا فيه شويه ديال الملح، ومن بعد تنخلطوها بالماء يكون بارد مزيان. تنجمعوها عبر الاصابع ديالنا حتى تتجمع لينا مزيان. تنجمعوها تنخليوها تستراح واحد 10 دقائق، ومن بعد تنسرحوها بالمدلب. وتنحتاجوا 3 ديال البواطات ديال الزبده مانغالين، 3 ديال البواطات. هذيك الزبده حتى هي تكون دخلناها شويه للثلاجه. ملي تنسرحوا داك العجين على شكل طولي، تنحطوا داك 3 البواطات ديال 3 الباكيات ديال داك الزبده مانغالين، وتنطويو عليها، تنطويوها بحال شكل ديال مسمنه مربعه، وتنبقاو نضربوا بالمدلك. تنضربوا شويه هكا بالمدلك، ومن بعد تنسرحوها، تنعاودوا نطويوها 4 ديال الطيات، وتنعاودوا عاوتاني تسرحوا بالمدلك صافي. وتنخبيوها في المجمد، تنخليوها واحد ربع ساعه، وتنخرجوها عاوتاني تنسرحوها مزيان، ونعاودوا نربعوها. وحنا غادي بهذه الطريقه حتى تتبان لينا الزبده انها دخلات في العجينه، ما بقاش تبان لينا. ومن بعد راه تنطويوها بحال الشكل اللي شفتو، وتنجمعوها في البلاستيك الغذائي، وتندخلوها المجمد. وقت ما بغيناها تنجبدوها، سهله هذه، ما فيهاش 6 المرات او 7 المرات او دغيا تتوجد. ندوزو دابا المقادير ديال الحشوه ديال الفطيره. في الحشوه عندنا بصله مشلضه، وعندنا الفلافل بالالوان خضراء حمراء صفراء. كما قلت لكم الطريقه اللي قلت لكم في النصائح، ها هي عمليه تجبدي القرعه، الفلفله هي موجوده مصيبه. وعندنا الخرقوم البلدي، التحميره والبزار والملح والزيت باش غادي نشحروا. دابا غادي وعندنا الكفته، غادي ندوزو دابا نشحروا هذا الشيء مع بعضياتنا ونرجعوا. هنا غنبداو نشحروا في المقادير ديال الحشوه ديال الفطيره. ملي شحرت لنا البصله غادي نزيدو الفلفله، صافي غنزيدو الكفته. ونزيدو الإقانة. نحاولوا نمركو على الكفته هكا باش تجي كلها مفرطه. صافي، من بعد ملي وجد لينا كلشي غادي نطفي عليها ونخليوها تبرد ونرجع معاكم. لاباط فيتي خليتها خرجتها من الفريغو وخليتها حتى ارتاحت ليا. دابا غادي بهاد الدقيق غادي نرش الدقيق مزيان باش يساعدني. ونرش مازال الدقيق من الفوق، صافي هذا هو السمك اللي غادي نخليوه عليه، وغنبداو نقطعو بهذا المرشم اللي على شكل وردة. ديجا رشيتو بالدقيق
نحاولوا نضغطوا بيدينا شويه هكا او بهالطريقه حتى نكملوا. من بعد ما بردت لينا الحشوه وسرحنا لاباسبيتي ولبسناها لهاد المول ديال هذا، دابا غنعمروهم. تنديروا الفرماج محكوك، اللي بغى كيما قلت الفرماج حتى يطيب عادي يديروه ويدخلوه غير للصه ديال الفران ممكن، واللي بغى يديرو دابا اختياري. اللي بغى حتى الحشوه يزيد فيها الزيتون الخضر مقطع ممكن يزيد، اللي بغى يديرها بشرائح ديال الداند مقطعين ولا بصدر ديال الدجاج ولا بالطون، تجيب هاد الحشوات كاملين كل مره نديرو حاجه حتى بالطون تجي رائعه. دابا غندخلوها للفران طيب ونرجعوا معاك. بالنسبه لهاد الفطائر الا لاحظتوا واحد الوحده خليتها بلا حشوه، لان ممكن طيبوا العجين بوحدو وتخبيوه في المجمد وقت ما بغيتوا تتخرجوه وتعمروه بالحشوه وتدخلوه يطيب. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.